وكمان اروح لزياد يعني لعيبه من لعيبه صغيره لعيب احتضنتوه وفرض نفسه وفرض اداؤه. زياد السنه دي بالنسبه لك غير السنه اللي فاتت، انت على مستواك الشخصي حاسس ان انت البروجريس اللي كان بيقول عليه كابتن حفناوي وانت واحد من الناس طورت نفسك في الاداء، عملت زودت نفسك ازاي السنه دي؟ انا اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لي ما ابتدتش من السنه دي، ابتدت من السنه اللي فاتت. نعم، من ساعه ما كسبنا الدوري. زي ما جيت لحضرتك قلت قبل كده من فتره، من سنه تقريبا، من قلنا الموضوع ده بادي بقاله كام، قلت ساعتها بقى لنا 9 شهور نفس البروسيس هي مكمله، واحنا دلوقتي مش بنسعى، احنا في الاول كنا بنسعى ان ناخد الدوري، دلوقتي ان شاء الله ان احنا نحافظ على الدوري، ودي اصعب من ان احنا ناخد الدوري اول مره ما شاء الله، ان انت تحافظ على البوزيشن اللي انت فيه. فهي نفس الكره بالظبط اللي عملناها السنه اللي فاتت، هي بالظبط عملناها السنه دي. طب مطالب ايه ان انا احافظ على الدوري؟ من وجهه نظرك كلاعب بقى صغير في الفرقه، مش صغير بقى خلاص، انت يعني خلاص حطيت رجلك، بس انت شايف عشان انا احافظ على الدوري بقى 4-5-6 سنين اللي بنسمعه بقى في الطايره واليد، مطالب مننا نعمل ايه يا زياد؟ كونسيستنسي، المواظبه على الشيء. يعني دايما انا عندي هدف، او اي حد، مش انا بس يعني، الشخص يبقى عنده هدف والهدف ده حاطه قدامه، واي حاجه هتيجي تعيق الهدف ده هتدوس عليها مش شايفه اصلا. هي دي اللي تخلي الواحد في اي حاجه في الدنيا، مش شرط كره الميه بس، مش شرط عشان ناخد الدوري، اي حاجه تحط هدف قدامك وتبقى مواظب عليه. ببص لك وبضحك يا كابتن حفناوي، انت بص يعني الله اكبر عليك. الحمد لله. طب قول لي، انا عايز اقول لك يا زياد، انت كنت عايز تقول لي حاجه على النهارده تدشين الاستاد. ده في النهارده استاد اللي بيعملوه في الشيخ زايد النادي الاهلي بقياده كابتن خطيب طبعا، حطوا حجر الاساس او وضعوا حجر الاساس النهارده، فانا كنت يعني كنت فاكر حضرتك تسالنا طبعا عن الموضوع ده، فجهزت له بقى. قول لي يلا عايز اسمعك. لا ما يعني الاستاد عرفت ان هو هيتعمل النهارده، ابتدى حجر الاساس وهيكمل، وان شاء الله هيخلص بناؤه في سنتين، وهيستعيب او هياخد هيستوعب انا اسف هيستوعب 60,000 شخص مشجع، ودي اول مره تحصل من بعد مختار التتش اللي عندنا في الاهلي. كان ده حلمنا طبعا من زمان قوي عندنا استاد. حلمك وانت صغير في السن ده؟ طبعا يعني انا بحب اروح الاستاد، بس مش بختلط بيه كتير عشان ظروف حياتي، غير ماتشاتي، ظروف حياتي، الدراسه والرياضه مش بتسمح لي ان انا ابقى موضوع الاستاد وعايز اروح الماتشات ده متواجد فيه، بس انا طبعا بحب الحاجات دي.